صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج حديث الصباح وبدايه اسبوع طيبه ومباركه. وصباح الخير محمد الامين. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده مباشره من برنامج حديث الصباح. حديث الصباح كيف ما تعرفوا مشاهدينا الكرام دائما يعودكم على اختيار المواضيع اللي تلامس اهتماماتكم، طبعا على اختلاف توجهاتكم واعماركم. وموضوعنا اليوم هو موضوع مهم جدا حمزة. هو طبعا نتحدث اليوم مشاهدينا عن التنشئة الاجتماعية، نتحدث عن الطرق والأساليب التي ينبغي أن تتبعها الأسرة من أجل طبعا الحصول على تنمية اجتماعية سليمة. للحديث عن الموضوع معنا أستاذ التربية بمركز الطفولة الصغرى الأستاذ أباية والطلبة. نهارك سعيد أستاذ أباية. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا بك أستاذ أباية. أستاذ، يعني ما هي المقومات أو الأسس أو الشروط يعني اللي يجب أن تتوفر من أجل الحصول على تنمية اجتماعية سليمة؟ إذا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على الاستضافة. طبعا هذا الموضوع مهم جدا نظرا لارتباطه بالإنسان عموما، ارتباطه لأن التنشئة الاجتماعية هي الحقيقة هيك الظروف اللي تسمح بتكوين شخصية النشأ، يعني يلحق مراحل الدراسة والعطاء بشكل سليم. قبل أن نتكلم عنه زين فينا نعطي شوي لمحة عن شنو هي مؤسسات التنشئة الاجتماعية. يعني المسؤولة الجهات اللي مؤسسات التنشئة الاجتماعية معروفة تقليديا، المؤسسة الأولى هي مؤسسة الأسرة، هي أول مؤسسات التنشئة الاجتماعية. المؤسسة الثانية هي مؤسسات رياض الأطفال، هذه أيضا مؤسسة التنشئة الاجتماعية. والمؤسسة الثالثة مؤسسة التنشئة الاجتماعية المدرسة. هناك طبعا مؤسسات، هناك من يصنف الإعلام مساهم في التنشئة الاجتماعية، النوادي الرياضية، مثلا المؤسسات الدينية بشكل عام، هذه أيضا مؤسسات. يعني كل مؤسسة تستحوذ على وقت معين من أو يمكن أن تستحوذ على وقت وتلامس شخصية الطفل، تلامس بشكل أو بآخر شخصية الطفل. طبعا التأثير الأول هي مؤسسة اجتماعية، مؤسسة التنشئة الاجتماعية الأسرة، هي النواة الأولى اللي تحتضن الطفل، تعطيه الحنان، تبدو بالعطف، تبدو بالظروف المناسبة، والاستقرار العاطفي، الاستقرار النفسي بشكل عام، وتهيئه أيضا لأن يكون قادرا على أن يلج إلى المؤسسة الاجتماعية اللي هي الروضة. نعم. الروضة أيضا هذا كلهم عندها ضوابطها. نعم. طبعا خلينا محمد أمين نبقاو مع طبعا المؤسسة الأولى اللي هي الأسرة، هي نواة المجتمع. يعني شنو الظروف اللي يلا تعود متوفرة للأطفال داخل الأسرة؟ تحدث عن الطمأنينة، القبول، يعني الأشياء اللي يجب أن يحاط بها الطفل في المرحلة العمرية من 0 إلى 5 سنوات. إذا مرحلة التنشئة الاجتماعية اللي في الأسرة هي طبعا تتطلب أن يكون الطفل في ظروف أسرية مستقرة. عندما نقول ظروف أسرية مستقرة، ظروف خالية من العنف، وظروف تعطيه الاهتمام وتعطيه الرعاية وتعطيه الحضن الدافئ الذي يشعر فيه بالأمان، الأمان العاطفي. طبعا هذا كامل سابق الوعي عند أطراف الأسرة ومحيط الأسرة بأهمية مرحلة الطفولة. هذا الوعي هو أساس التعاون. عندما تكون الأسرة تعي أن هذا الطفل في مرحلة تشكل شخصية، وأن أي بصمة تضعها في هذه الشخصية لأنها ستؤثر بشكل أو بآخر على شخصيته المستقبلية، ستكون حذرة في تعامله لأنها يتولد عندها الوعي بأهمية هذه المرحلة. عندما يتولد هذا الوعي ستترتب عليه مجموعة من التدخلات العاطفية والنفسية، الرعاية أولا، والاهتمام بالصحة، الاهتمام بالنظافة، الاهتمام بالتوجيه السلوكي الإيجابي، إعطاء البعد. البعض يختصر الاهتمام على البعد المادي، البعد للغذاء والبعد النوم وبعد الملابس، البعد يعني المادي في العلاقة، يعني مطلوب أن يكون هناك توازن. يكون هناك توازن. هو يحتاج البعد العاطفي أكثر، أن يشعر بأن هناك أبوين، أنهم يحبونه، أنهم يعطونه الرعاية، وأنهم يحتضنونه بالعطف. هذا الأمان العاطفي مهم جدا إلى أقصى درجة لكي تنمو الشخصية الأخرى، جوانب الشخصية المتعلقة بالجانب الجسمي، جانب الذكاء، جانب العقلي، جانب الذهني، هذا كامل مرتبط أولا بالأمان العاطفي والاستقرار النفسي. طيب بالتالي هذا هو المطلوب من الأسرة في هذه المرحلة. شنو هو مدى مثلا ضرورة المحافظة على ما يعود فم عنف معنوي، يعني التأثير بالصوت؟ طبعا هو العنف نحن نقسمه شو قسمين، في عنف جسدي وعنف المعنوي اللي دائما يعني عنف المعنوي
هو عنف يتعرض له في إطار التهميش أولا، عدم الاهتمام، تنقيص منه، عبارات الخادشة، عبارات غير التي لا تستهدف البعد التنمية الشخصية فيه، عدم التشجيع للنجاحات، عدم التشجيع بشكل عام، هذا كامل يتعرض له في البعد العاطفي. وهناك أيضا العنف الجسدي، العنف المادي، هو أي ممارسة بدني، على ممارسة عنف على بدن الطفل، سواء كان طبيعة شنو، ضرب أو تعنيف أو سجن أو أي شيء من ذلك، هذا طبعا عنده انعكاس نفسي، وهو أيضا في هذه المرحلة يدمر شخصية الطفل كثيرا، ويخلق عنده حالة من الخوف، حالة من الخوف ترتب عليها حالات أخرى من في الشخصية، هي ضارة بالميولات التعليم، يكره، قد يكره التعليم، هي ضارة أيضا بميولات شخصية قد تؤدي إلى أن يكون إنسانا مترددا، أن يكون إنسانا خائفا، أن يكون إنسانا خجولا، أن يكون إنسانا منعزلا، هذه هي المتوقع أنها تحصل نتيجة للعنف مهما كان طبيعي. حتى أيهما يعني أستاذ أبا، يعني أيهم شائع في المجتمع هون؟ يعني كاملين، نحن الأسرة عندنا هون بشكل عام تتعامل مع الطفولة مستوى عالي من القسوة، القساوة والمتينة في مع الأطفال، اللي وأهمها العنف اللفظي. العنف اللفظي نحن نظن أنه عادي، وهو يحفر نقطة سوداء في شخصية الطفل، ويضع عنده ويدمر شخصية. أي حالة شاهدوها عند شخص هي ناتجة عن ممارسات تعرض لها مراحل الطفولة، كانت إيجابية ستكون شخصيته مستقرة، سيكون متصالح مع ذاته، سيكون متوازن، سيكون شخصيته قوية، يكون قادر على اتخاذ القرارات، يكون قادر على التعبير عن رأيه أمام الناس، يكون قادر على مواجهة بالحق، ويكون عنده كثير من القيم والمواصفات الشخصية المتميزة، وهذا ناتج عن التربية الإيجابية. يعني كل ما نشاهده عند البعض اليوم من ناتج عن هو إبرازات طبيعية للتنشئة الاجتماعية وظروف، يعني يعطيك ميعاد ما يجيك فيه كامل، لكن لا جزء من الشخصية التنشئة اللي، لكن قد يقول مع هذا مثلا مع عدم التعنيف، عدم التعنيف اللفظي أو المعنوي، قد يقول مثلا المشاهد أنه لا يعود الطفل قاع مدلل، والله مدلل زيادة، ليس هو الأسلوب الوحيد. هذه إشكالية، هي إشكالية أحاديث الأسلوب، أحاديث الأسلوب. نحن لا نجرب أساليب ولا ننوع الأساليب أثناء ممارسة التربية، نحن نأخذ أسلوب واحد ولا نعرف منين جايبينه، أحيانا نعود سامعين، أحيانا نعود متوارد عندنا، لكنه يكون مناقض لأسس التربية الحديثة بشكل عام. العنف لا يمكن أن يكون آلية نهائيا لبناء شخصية الطفل، العكس مهما كان طبيعته. هناك أساليب عديدة للتربية، هناك الترغيب، هناك التخويف البسيط، هناك التشجيع، هناك المنح على هذا، هناك أيضا التعنيف العاطفي، كأن أقول له أن أغضب عليك، أو يكون الأب غير مرتاح عليه، هذا سيكون عنده حالة تخويف من هذا. هناك كثير من الأساليب، هناك أيضا التوجيه، هناك أيضا القدوة الحسنة التي لا تنطق. القدوة شنو معناها؟ أن يكون أن أكون مثاليا في تصرفاتي دون أن أوجه الطفل، وهو الطفل دائما يأخذ القدوة القريبة منه يتقمصها، خصوصا الأب إذا كان موجود، الأم، الأقرباء، المحيط القريب منه إذا كانت القدوة إيجابية ومتميزة هو يتقمص قدوة إيجابية، كانت سلبية قد يتقمص السلوك السلبي بسهولة يعني جدا. هو بحاجة إلى أن يجد أمامه أشياء أو بعض من المسلكيات، وبالتالي يقلدها ويبحث عن أكيد قدوة. أكيد هذه آلية من آليات التوجيه التربية. أستاذ أبا، لماذا يعني لا يلعب التواصل بين الآباء والأبناء دور كبير؟ يعني دائما يعني حسوا فم في فجوة بين الأطفال، يعني عدوا ما يتكلموا مع الوالدين، ما يتكلموا مع الأطفال، ما هم صاحبينهم، ما يعرفوا، المهم عندهم لا يعودوا مثلا يعطوهم الفضة وتوف، لا عاد قال لهم شيء مثلا يصرفوا عليهم، يقال ما فهم ذاك التواصل ذاك اللي يعود دائما بين الآباء والأبناء، إياك يوطد العلاقة بينهم. حتى هو دائما هناك إشكالية كبيرة عن أن الآباء يربوا أبنائهم كما كانوا يربون هم أصلا، نظرة قديمة، نظرة تقليدية. ونحن في مجتمع في هذا البعد اللي هو في التعامل مع الأطفال أحاطوا بكثير من الأمور المحظورات، وأحاط علاقة الأب مع الطفل مع ابنه في الوسط الاجتماعي في ظل وجود الوالدين والأقرباء الأكبر سنا، أحاطوا بياسم الحذر والجفاء، وجعلوا لأنه لا يمكن أن يقترب منه، ولأنه يسمي اسمه، ولأنه يجي في المجلس اللي قاعد فيه، ولأنه يقترب منه، وهذا كامل مع الوقت خلق فجوة وخلق جفاء مع التعامل ياسر وانتقل. صحيح. ومازال بدأ يخف، يعني يتوارث، لكنه يتوارث، لأن نحن دائما الأب يربي كما كان يربى هو أصلا، وهذا طبعا
فيه بعض الإيجابيات، لكن البعد المعنوي فيه والعاطفي جاف، حتى هو العلاقة تصبح جافة بين، وهذا هو العكس. يعني كيف أثر هذا؟ يعني أستاذ باية، كيف أثر هذا الجفاء وكيف أثرت هذه النظرة أو هذا الأسلوب القديم اللي أصبح متوارث، كيف أثر على نفسيات الآباء والأبناء أيضا اللي فاتوا كبروا؟ يعني طبيعي العلاقة طبيعي، هو الطفل يحتاج إلى الأب أن يكون قريبا منه، أن يكون قريبا منه في جميع الحالات. نحن عندنا شخصية تتشكل، أطوار تشكل الشخصية يجب أن يصاحبها الأب والأم وتصاحبها الأسرة، هذا طور تشكل شخصية وإنسان قادم. معناه أن نحن شاهدين على وضع اللبنات الأساسية لمن سيكون هذا الإنسان مستقبلا، تحديد ملامح، تحديد ملامح الشخصية. هذه الأسس تحتاج الرعاية، تحتاج الحنان قبل أنها تحتاج البعد المادي، تحتاج العاطفة قبل أنها تحتاج البعد المادي، لأن البعد المادي لا يؤثر التأثير القوي على الجانب الآخر. نحن الاستقرار العاطفي والنمو العاطفي الجيد والسليم قلنا لأنه ينعكس على الجوانب الشخصية الأخرى كاملة، الاستعداد للتعليم، الميولات للتعليم، العقل والذكاء وجميع المقومات والقدرات في ظل الظروف النفسية الجيدة تنمو، ولكن لا يمكن أن تنمو إلا بمصاحبة الأسرة اللي هي مصدر الحنان ومصدر العطف ومصدر الاهتمام، والطفل وقته كامل يقضيه معهم. يعني هو يقضي أغلب الوقت ولا عنده مؤسسة تنشيء يكون الأسرة، ما فات عادي قص الروضة، هذه مراحل الأولى، وعلى أهمية أيضا المراحل الأخرى، على أهمية المراحل الأخرى. مع أنه مثلا الأب مرتبط عادي عند الموروث الاجتماعي اللي عندنا، الأب مرتبط بالتحصيل فقط، أنه ما هو موجود مثلا دائما مع الأبناء، ما هم طابين على تعودهم في البيت معهم في التنشئة، في مشاركتهم في تفاصيل حياتهم كاملة. طيب أنت تشوف أنه هذه العادات الاجتماعية اللي خالقة في التعامل مع بين الشيلين، تشوف أنها مثلاً عندها تأثير في التنشئة الاجتماعية؟ بكل تأكيد، هو كيف قلت لكم، نحن محتاجين أب يكون حاضر، والبعد المادي ما هو البعد الأساسي في القضية. صحيح أن هناك ظروف تتوفر للطفل تساعد على نمو شخصيته، لكن هذه الفجوة وهذا الغياب غير مبرر وغير مقبول، لأنه يؤدي إلى حالة من الفراغ العاطفي عند الطفل ستؤثر خاصة مع الأب. طبعا مع الأب ومع الأم في حالتهم كاملين قبلتهم مشاغل الحياة عن الاهتمام بالطفل، معناه أنه فتحوا له فضاء آخر، معناه أنه سيبحث عن مصادر أخرى، ومن الصعب طبعا عن استعادته. نعم. اللي يخلق شنو؟ اللي يخلق لأنه يغيبوا عنه الأبوين في هذه المراحل الأساسية، ويجد مصادر أخرى للتشجيع خصوصا في عالم مفتوح والعالم متاح له يقبل أي قدوة أخرى من خلال الإعلام والله من خلال الشارع والله من خلال الأقران، وعندما يخطأ أو عندما ينساق في تلك صعيب استرداد الطرق نبدأ نبحث عن الحلول. والحل كان أصلا هو أن يكون هناك جزء اللي مخصص للاهتمام بالطفل بالرعاية والتوجيه والاهتمام. نعم. مع من يذهب، مع من يجلس، كيف يفكر، هذا إذا كانت عنده مرحلة. وفي المراحل الأساسية يحتاج الحضن الدافئ، يحتاج الاستقرار، يحتاج يشوف أبوين بينهم الحنان وبيناتهم العاطفة، يجبر القدر الكافي من التسلية، القدر الكافي من المراحل، القدر الكافي من التغذية، القدر الكافي من النوم، هذه المراحل الأساسية، والقدر الكافي أيضا من عنده صحبة من الأبوين تعطيه الحنان، هذه الطاقة هي الطاقة الحقيقية اللي ينتظرها الطفل من الأبوين. هناك يعني في بعض الأوساط الاجتماعية هناك الشجار الدائم والخلافات اللي تحدث دائما امام الاطفال، امام حتى الانفصال، يعني انفصال الوالدين، يعني كل يعني تاثير هذا على نفسيه الاطفال. ايضا انتقالهم من 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 البيت اللي كانوا فيه مع والديهم قبل ان ينفصلوا الى بيت اخر ايضا، هل ذاك عنده؟ اكيد، هو الطفل عكس ما يتصور البعض، يلتقط تلك الاشارات بسرعه هائله ويخزنها عنده. مثلا نحن نظن ان نتشاجر عند الطفل، لكن الطفل اليات تعبير، وما هي اليات تعبير الكبار، وهذا هو اللي كنا يغيب عنهم مدى التاثير. لا شك ان الطفل يحب الابوين تلقائيا فطريا، لا شك انه يتعلق بهم، ولا شك ان اي خصام او كلام جارح او حاله عنف ستؤثر بشكل قوي جدا على نفسيه الطفل. اليات التعبير الصعب عنها، ما هي اليات التعبير المتاحه للناس واللي تقول لي ما يتكلم ويقول انا شيء عندي يخرج بينات، لا الطفل سيصدر عنه ردة الفعل على شكل سلوك، ستصدر عنه على شكل سلوك، يا إما تكون عنده حالة من الخوف، حالة من التبول لا إرادي، حالة من الخوف الرهاب درجة متينة،
الخوف مرحله من نوع عادي، مرحله غير طبيعيه من الخوف، قد يجي سلوك من نوع انسان منعزل، قد تصيب انسان يعود يبتعد عن الاطفال، قد يعود انسان متردد، قد يعود خجول، قد يعود هاي كامله ردات فعل يعني سلوكيه على نمط من انماط التربيه الخاطئه اللي تعرض لها خلال مرحله الطفوله. نختارك أستاذ أبايا تعطينا تحددنا المراحل المهمة من الطفولة واللي دائما ما ياسر من يعني الناس تشك عن الأطفال لا يدركون في تلك المراحل. التربويين يعيدون قاع مراحل مهمة، شو مرحلة الحمل لما لا يكون أي تأثير نفسي على الأم، ظروف سواء كانت عنف وعاشته والله حالة أثناء فترة الحمل يعيدونها على انعكاسها على الجنين في كل مرحلة. ومن الساعة اللي يولد الطفل المراحل الأولى كاملة من صفر ينين سنتين ونص قبل يدخل الروضة، سنتين وثمانية أشهر من الساعة اللي يدخل الروضة هاي مرحلة، يجي مرحلة سنتين وثمانية أشهر لين ست سنوات هاي مرحلة الروضة، لين ست سنوات ولا خمس سنوات ونص يدخل مرحلة المدرسة، وتجينا الطفولة المتأخرة بعد 12 سنة وتجينا المراهق. وكل هاي الفترات كاملة مراحل بناء الشخصية، والأهم الأهم ست سنوات الأولى، يعني السنوات الأولى صفر إلى ست سنوات هذه هي أهم مرحلة في تشكل شخصية الطفل، وهي اللي تحتاج الكثير من الرعاية، تحتاج كثير من العناية. والمرحلة اللاحقة ستكون كل مرحلة مرتبطة بالأخرى. الطفل ميولات التعليم قبل أنه يدخل المدرسة لا يتشكل عنده في المرحلة اللي هي كاع الاهتمام بالتعليم بشكل عام، حب التعليم، وان يتخلص ايضا من شيء قالوا التمركز حول الذات. التمركز حول الذات حاله طبيعيه تولد مع الطفل، انه يكون متمركز حول ذاته، انه يرى لا ذاته، كل شيء له هو، وهذا يولد طبيعي يتملك كل شيء. دورنا في الاسره ودورنا في الروضه لاحقا هو ان يتخلص تدريجيا من التمركز حول الذات اللي هو حاله طبيعيه شور مرحله الاندماج الاجتماعي. مرحله الاندماج الاجتماعي مرحله اثبات الذات، وذيك نحن ما نقدر ننتم وما اعطيناها اي تنشئه اجتماعيه ولا رعايه ولا اهتمام لا يوصل لنا لست سنوات هو متمركز حول ذاته وغير قادر على الاندماج في البعد الاجتماعي اللي لا يعود هو طيب. اساس الميول للتعليم. بيلي الطفل اللي نجد ست سنوات لا يجي فضاء جديد، يلا يعود ما هو منبهر بهذا الفضاء، يلا ما عنده عقده من انه يجلس مع الاخرين، ما عنده مشكله فعلا انه يتناقش مع الاخرين، ولا عنده مشكله ان يعرف ان هذا ملكه هو هذا ملك لزميله، وان يندمج بشكل اجتماعي سليم ويعود ذهنه صافي لمرحله التعليم. بالتالي سؤالك هو المراحل كامله مهمه، لكن المرحله الاهم اللي تطرح فيها البصمات الاساسيه وتطرح فيها الاسس هي من عند الميلاد حتى ست سنوات، المرحله اللي لا يدخل فيها مرحله التعليم المدرسي، ذيك المرحله اللي قالها مرحله التعليم ما قبل المدرسه ولا التاهيل ما قبل المدرسي، مرحله اعداد الشخصيه وتكوينها للتعليم. التعليم ما هي مرحله التعليم، مرحله اعداد كامل يعدل فيها اسس للتعليم. طيب استاذ ابا ناتي الى المؤسسه الثانيه اللي هي ذكرت انها مراكز رياضات الاطفال. طيب في رياضات الاطفال عاده لا يكون هناك وعي، يكون هناك تعامل لا ارادي مع الاطفال، يعني مع اشخاص غير متخصصين اصلا في تكوين الاطفال. شنو تاثير ذاك على الاطفال مستقبلا في تنشئتهم الاجتماعيه؟ ذاك ما هو واحد. نحن المركز اللي فيه مركز تكوين الطفوله الصغرى يكون مربيات الاطفال رياض الاطفال الى مدى سنتين. اياك نعطيك اللي خارج اللي قلت خارج منه شيء، اللي نقول لك من خارج اللي قلت خارج منه شيء من هناك شنو هو انعكاس المربيه غير المؤهله وغير المكونه على الطفل، وذيك المكونه طبعا ما هو واحد. نحن في مركز تكوين الطفوله الصغرى نكون على مدى سنتين مربيات رياض الاطفال، يقبلوا علم النفس، يقبلوا علم الاجتماع، يقبلوا التربيه، يقبلوا التغذيه، يقبلوا الانشطه المدرسيه التربويه برياضه الاطفال، يقبلوا كثير من الكفاءات والمهارات في المركز ويتخرجوا قادرات على التعامل مع الاطفال. صحيح. الين تجيب واحده ما قط دخلت المركز ولا قط قبلت اي تاهيل ولا تكون تتعامل مع الاطفال، ابسط الامور لانها ما تعرف شنو هو ضرر العنف اللفظي والجسدي على الاطفال. هذا هو سؤال، وهذا هو الكارثه اللي تخلق. ان الدوله تبذل مجهودات كبيره، نحن كل سنه خرجوا 70 الى 80 اقل شيء 60 مربيه من سنتين من التكوين وطاقم تكوين مؤهل ومقاربه وبرنامج حديث معدل لمركز سنه 2011، وهو مؤسسه فعلا تعطيهم الكفاءات اللي قد يتعاملوا مع الاطفال. يتخرجوا شلون الحياه العامه، هما لا قضاء شهاده، الوعي باهميتهم ما هو حاصل،
طبعا هناك رياض الاطفال اللي تجي المركز وتبقى عند المربيات بيدي فاهمه على اعطاء مربيه مكونه يختلف تماما عن اعطاء مربيه غير مكونه. خطوره مربيه غير مكونه انها عكس انه لا يخلق رد لا يخلق عكس النتيجه اللي كنا نتوقع والله كنا ندور. نحن نعطي سلوك ايجابي، العكس غير مكونه تعطيك سلوك سلبي، تمارس بعض المسلكيات الخاطئه طبعا هي مباشره ستتحول الى قدوه عند هذا الطفل. الطفل هذه مرحله لانه بالنسبه له امامه قدوه يحلم بها نعم الليل والنهار وفي كل لحظات يعتبر عندنا مثال. يعني تعود هذه القدوة تجلس أمامه وتمارس سلوك يسوى كان في الجلوس يسوى كان طريقة النطق يسوى كانت بالتدخين يسوى كانت بالشكل يسوى كانت بعدم النظافة أرسلت له أن هذه الرسالة لأن هذا اللي تقوم هي به أنه إيجابي هي المثال ويلتقط السلوك السلبي. بينما العكس في واحدة مكونة أول ما يتكون عليه وشين هي مميزات المربية الناجحة اللي السلوكية والأخلاقية والعاطفية والنفسية، بالتالي يتخرجوا هما يعرفوا لأن هذا الطفل متبارك مع ابني شخصيته بناء على سلوكه معه واضح. وإذا قلت فعلا وجيه ومربيات يلا عدوا مكونات ويلا عدوا قضاء دورات مكثفة إذا ما قرأوا في المركز يقرأوا دورات مكثفة في الموضوع. إذا طبعا نواصل معك أستاذ بايا أستاذ تربية بمركز تكوين الطفولة الصغرى، نواصل معك هذا الموضوع مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، حلقة حديث الصباح لا زالت متواصلة. اليوم تناقش موضوع التنشئة الاجتماعية وأهميتها على المجتمع. وطبعا مع الأستاذة بايا وللطلبة أستاذة التربية بمركز تكوين للطفولة الصغرى، أهلا بك مرة أخرى. تحدث طبعا عن مجموعة من الأمور ومجموعة من الحالات اللي يعود فيها الطفل دائما يتعرض لبعض المسائل اللي نحن عادي عندنا في المجتمع والموريتاني مثلا، بل بالعكس نعتبره عن الأطفال لا يدركون، يعني خطورة أن الأطفال لا يدركون في هذه يعني في هذه المرحلة الأولى اللي هي الطفولة الصغرى من 0 إلى 5 أو 6 سنوات. يعني هذه المرحلة لماذا ياسر من الناس عندنا هون والآباء وأولياء الأمور شك عن الأطفال لا يدركون يعني خطورة هذه التصرفات اللي تعدل لهم؟ هو الإشكال هو لاحقا
نفشل في المواقف الحياة، سواء كان نفشل في تحمل مسؤولية الأسرة، سواء تحمل في مسؤولية العمل، سواء كان التحمل في تحديد مسارات الحياة بالنسبة للشخص وتحديد خياراته في الحياة بشكل عام. هذا تحديد، هذه مسؤوليات كاملة مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية والظروف اللي مر بها. تجاهل الكبار والله الآباء في مؤسسة التنشئة الاجتماعية اللي قال للأسرة لأهمية مرحلة الطفولة الصغرى يؤسس لحالات من الفشل المتكرر لهؤلاء الأشخاص اللي تعرضوا لتنشئة اجتماعية غير متوازنة وغير سليمة، والله فقدوا سند عاطفي عائلي بوقت مبكر. يعني فقدان هذا السند مثلا إلى أي حد يعني يؤثر على مدار الشخص؟ يعني كل ما كان في مراحل متقدمة وزاد والله مراحل أولية، كل ما كان هناك استقرار أسري، كل ما كان هناك استقرار نفسي، كل ما كانت هم طفولة هادئة ما فيها مطبات اجتماعية ولا فيها مشاكل ولا فيها عنف، كل ما هذه الفرضية التربوية تقول أن كل ما كانت هكذا كل ما توالد عند شخص متصالح. مطبات اجتماعية مثل ماذا؟ كثير، طلاق مثلا، انفصال، فقدان، عدم الاهتمام عند الأبوين، الإهمال، القدوة السيئة الموجودة في الأسرة. القدوة السيئة الموجودة في الأسرة هي مستوى من التأهيل السريع، استنساخ التجربة، استنساخ شخص آخر بمعايير مختلفة. نحن دائما ما أستاذ باينة يعني يعني نشاهد أحيانا بعض من الأولياء الأمور يعني يتمنين يفطن لحد من الأطفال، والله عنده من الأولاد قابل طريق، والله زاد عنده أصحاب آخرين، والله زاد شافوا مع رجاج أكبر منه يقدر يعلم رواية مثلا قدوة غير سيئة، وبالتالي يخلق تدخل هون، تدخل يزيد الطين بلة. يعني ما هو بشكل تدخل خاطئ مثلا، هذه التدخلات يعني هو آلياتنا ووسائلنا وطرقنا اللي نتعامل بها مع الأطفال، يعني دائما ديروها في إطار متوازن وبعيد عن العنف، سواء كان طبيعته شيء. نستخدم آليات مختلفة، إذا ما نجحنا فيه نستعمل تجربة أخرى، حاولوا قدر الإمكان أن نوصل الحلول والله التوجيه والله التأطير ما استخدمنا فيه العنف بشكل عام، لأنه أضراره مباشرة وسريعة. طبعا عندما ينتبه الأب والله أحد الأبوين لأن الطفل قابل مسارات خاطئة يجب أنه يستعيد من هذه المسارات ويحاول توجيهه. على سبيل المثال جبره يدخن مثلا، جبره يدخن في الشارع ولا شاب تدخين ما هو جاي مني جاي هو بعود والده ما يدخن ولا الوسط حتى الوسط عن طريق الأصحاب عن طريق أنه شاف قدوة ممثل مثلا يدخن والله إلى آخره، لا يعود ردة الفعل الضرب والتعنيف القسوة الجسدية. يعني هل تشوف هذا التدخين تحديدا تحديدا هو سلوك مقبول من قدوة ولا من شخص ولا من أقران والله من محيط تحديدا، وهون تشوف غالبا ان الشخص يتجاوز مرحله المراهقه ما دخن صعب عليه يدخن لا في المراحل المبكره من الطفوله ولا هي يخلق الله في حالات يا اما ما اجبر التوجيه والرعايه اللي تنبهه على خطوره الموضوع، اما كان احد الابوين وهي اسرع ناقل يدخن بشكل مستمر ويشبع المكان بالدخان دخان وبالنيكوتين وأضراره بشكل عام، وهو قدوة بالنسبة له يتقمص مباشرة الطفل عنده، يعني تجبر دائما يلتقط مخلفات أعقاب السيجارة الاثنين الأقران والمحيط الآخر اللي يأخذ شر وحول البيئة الاجتماعية، وهذا كامل اللي قد بالرعاية وبالتوجيه وبالاهتمام ومعرفة المسار اليومي للتحرك الطفل للمرحلة دون أنه يعود يعرف أنه متابع يكمل تخلي ردة فعل دائما عند المراهقين وعند الأطفال، لأنه هو مرحلة ممانعة ومرحلة إثبات الشخصية، وما يوم تباركين مع المراهق يحاول أنه يثبت رأسه خارج الحيز الاجتماعي واضح وخارج المحيط الاجتماعي وخارج الأسرة، يعني يحاول يثبت أنه هذا عنده رأيه الخاص، أي ممارسة تحاول تمنعه من سلوكه يضرب لها بالعكس لأنه يعتبرها مستوى من السيطرة، نوع من العناد، هو بدأ يحس من جسمه يكبر صوته ينمو يعلم عقله ويبدأ يحس براسه ويبدأ النمو النفسي عنده يتطور ويبدأ يكتشف أنه قادر على أنه يعدل كذا. فما بالك إذا جينا نحن بموجة أخرى من العناد هي الخطورة اللي تخلق صدام صلب عند رأي دائما نجبر بها المشاكل. طيب في إطار القدوة الحسنة اللي ذكرت شنو مدى تأثير مثلا صناعة القدوة السيئة من خلال
التلفاز من خلال قلنا اعلام الملاك مؤسسات التنشئه الاجتماعيه منها وسائط الاجتماعيه هي اصبحت تصنف من مؤسسات التنشئه الاجتماعي بعد المدرسه. هذه المؤسسات هي لا رقيب عليها لا تستأذن في البيوت غالبا وتدخل دائما بسهوله ومن السهل الولوج لها. هذا ما عندها يكون ان الترابط بين المؤسستين التنشئه الاجتماعيه الاسره وباي المؤسسات اللاحقه يلا يعود قوي مثلا يلا تعود الاسره حاضره ذا كامل مبني على المؤسسه الاولى حاضره في مواقع التواصل حاضره مع الشخص العاطفي مواكبه تعرف هو خارج شيء محصنات تعرف اللي تابع خارج مجموعه من المحصنات في التوجيه تجعله خياراته عاقب الاسره سليمه يعني اذا كان اصلا يجبر التوجيه والرعايه وتبيان الخطا من الصح ويشوف ايضا مستوى القدوه اللي معاه مثالي هذا يعينه على خياراته المستقبليه انها تعود سليم. مثلا اذا ونما عنده حب المطالعه ونما عنده حب العلم ونما عنده في المراحل الاولى بواكير حياته حب الاكتشاف وحب تنميه الذكاء وحب الاهتمام بالامور العلميه هذا لا يعود خياراته ماشيه ذاك الاتجاه لياكو وبالتالي تعطيته جزء من رسمت له المسار رسمت له المسار المستقبلي اللي انت تتفرع امامه مسارات الحياه يقبل المسار الايجابي اللي اصلا فاق عليه في التنشئه الاجتماعيه في المؤسسه الاجتماعيه الاولى اللي هي قال الاسره. اذا انه مدار ما كنا حاضرين ولكن نوجهه هو المسارات لا يشوف اكثر منها مغري في البعد النفسي ولا البعد العقلي خياره لا يعود باني على المتعه العاطفيه والنفسيه ولا هو باني على الخيار العقلي ولا هو باني على خيار الفائده ولا هو اصلا عنده محددات ان هذا ايجابي وهذا سلبي. لكن شنو مدى اهميه حضور هذه القدوه بشكل فعلي؟ يعني انه يعود الاب مثلا مطالع في مجال حب المطالعه، اب مطالع او اخ مطالع، لانه دائما لاحقا نلاحظ انه بعض المشاهير او بعض الناس الشخصيات المؤثره يعني تلاقوا يتكلموا عن تاثيرهم اولا في البدايات يتكلموا عن كان دائما في البيت دائما متربى في بيت فيه مطالع طبيب أو شيء يختار هذا الطبيب ندوره نشوفه دائما نشوفه حد بوالده كان مهندس اصلا ولا كان عنده عمل معين يشهد هو متاثر بذاك العمل متاثر بذاك ويعود ينحو ذاك النحو ذاك وياخذ كل الطرق والله المسارات التي تؤدي الى ان يكون مثل هذه القدوه اللي يعتبرها والده واللي يعتبره كان معه. هذا الى اي مدى مهم؟ هو ما في شيء اهم منه وما في شيء اهم من القدوه الايجابيه والحسنه اللي تربي الابناء وفق نمط تربوي سليم وايجابي هدف منه مخرجات للحياه ايجابيه. هذا هو اهم شيء موجود معنا حضور الابوين حضور الاسره مؤسسه التنشئه الاجتماعي الاولى وعندنا احنا هم مفتوحه تتمدد شوي شغل الاخوال وشغل الاعمام وشغل البيت مفتوح هذا كاملين نعودوا مثلا مسار علمي مسار تحصيلي مسارهم مسار وظائف جيده. هذا الاطفال يتربى في المحيط يتربى عندهم ميول للتعلم بشكل ويمكن ايضا ان يكون انسان صارم مع في تطبيق الابجديات التربيه السليمه عدوا قد ما تعلم قد ما كان اصلا متعلم لكنه اكتشف وشاف الحياه وجرب اهميه العلم واهميه الدراسه وقرر على الابناء ويقبض المسار ويعطيهم الرعايه ويعطيهم الاحتضان ونشوفوا دائما شوفوا ابناء اسر غير متعلمه ابناء اسر فقيره اصبحوا مهندسين اصبحوا عباقره اصبحوا اطباء اصبحوا جراحين يعني تعود ذيك الاسره عوضتك عوضه اعطت الظروف المناسبه اعطت الحنان واعطت التوجيه واعطت الرعايه وهذا هو اهم شيء واهم راس مال يقدر يعود الطفل يستفيد منه في مراحل. نعم استاذ ابايا طبعا نحن على ابواب سنه عام دراسي جديد السنه الدراسيه 2019-2020 وطبعا المدرسة تلعب دور مهم في التنشئة الاجتماعية. ندرى كان من الضروري أن تعود كل أسرة عندها برنامج أسبوعي والله برنامج يومي للأطفال بحيث أنها تراجع لهم. هي هذه المقاربة هي أصعب المقاربات اليوم لأن, لأن, لأن الأسرة أمامها تحديات كبيرة جدا في العام الدراسي. العام الدراسي اللي على الابواب نتمنى ان شاء الله للجميع التوفيق في ولوج المدرسه في ظروف جيده. هي التحدي الاكبر امام الاسره. التحدي الاول في تسيير وقت الاطفال. وتسيير وقتهم نقولها يعتمد على مسالتين هي الموازنه ما بين الراحه والاستمتاع والدراسه.
والمراجعة، وهذا يحتاج الأسرة كي ما تضيع عليها فرصة السنة الدراسية، وكي ما يضيع عليها أيضا تحصيل معرفي، لأنه حقا مؤلم في نهاية السنة الدراسية في الحصاد سيء، أي حصاد سواء كان طبيعته شنو، يحتاج أن نراجعه من البداية ونبذر البذور ونبذر كل المحسنات التي تضمن حصيلة حصاد إيجابي. في بداية السنة الدراسية يحتاج الأبوين أنه يعوا أهمية الوقت، وأيضا عدم الضغط. مثلا مع بداية السنة الدراسية يعود الطفل يناقش كيف تعيش مثلا، يعيط له نطرح معه برنامج إيش صار لك في هذه الدراية، لأن دخلوا عندك دروس، عندك رياضيات، وعندك هذا. الأطفال بشكل عام سواء كانوا في الابتدائية سواء كانوا في الإعدادي مراهقة طفرة متأخرة، ومرحلة الروضة مرحلة خاصة طفل فيها حوله أسرة والمربين هم اللي يسيروا له وقته بالترفيه في الروضة والإعداد والتكوين، لأنه علموا أبنائكم وهم يلعبون في الروضة إذا يستمتع بنشاطه تربوي يقدر يتعلم من خلاله، يتعلم من خلاله وتنمى من خلال القدرات اللي عنده. مرحلة الصلاة الابتدائية يعني نعودوا حاضرين حسب كل تلميذ حسب عمره حسب قدراته وحسب أيضا برنامج الدراسي اللي عنده، بحيث أن نعوده من البداية لأن هناك وقت خاص بالمراجعة وحل التمارين، ولو أمكن أيضا لين قالوا قرآن أيضا مهم جدا في تنمية ملكة، أولا قاع بركة، ثانيا تنمية ملكة الحفظ، وتنمية أيضا الانضباط وقت قراءة القرآن سواء كانت محضرة يقيسوها سواء كانت مدرس يجيهم، ثانيا وقت المراجعة وقت أيضا الراحة والاستمتاع، لكن الإشراف على وقت النوم إشراف على إشراف على هذه المذاكرة، هذا إشراف عليه عود مولي أيضا تواصل بين المدرسة والبيت، يعني تنسيق ما يعود البيت مثلا يعتبر أن يعني يقعد والله حد يقول هذه المدرسة ما أذكر رجاء الأستاذ ما يعرف شيء، وايضا يعود مولي المعلم وظل القائد المدرس عود لاقي اللوم لا على الأسرة. هي أكبر إشكالية حالا عندنا أن الأسرة ظاهرة لا أن يكفي أنه يذهب المدرسة يرجع، العكس هاي 30% من الوقت أو 40% من 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 ما يجب أن يقوم به. دور الأسرة هو لأنها تكملة، هو دور تكاملي بين الأسرة وبين المدرسة، وسيأخذ معارف، هاي المعارف تحتاج إلى مراجعات، تحتاج إلى حلول تمارين تطبيقية من أجل استيعاب الدرس. يعني تخيل أن في بعض يعني أستاذ أبائي في بعض من الآباء وأولياء الأمور عود ما يعرف قاع اللي الشير اللي عنده تكلمنا عنه قبيل وقلنا أنه خطير جدا، وأنه يعقب حد يتندم عليه، يعقب يوالوا الأطفال حصيلتهم ما هي جيدة ذاك ما مريح. قدامه فرصة أنه بداية العام الدراسي يطرح مخطط يومي للمراجعة ويطرح مخطط يومي، يعني ذوك اللي كانوا يعني ذوك الاولياء الامور اللي كانوا يامس نهايه السنه الدراسيه الماضيه يقولوا نحن ما بخلنا شيء بعد والله الا خلصنا عليه فضل الله وقرينا، لا يكفي يعني يمكن يعني ماذا يمكن ان نقول لهم اليوم مع بدايه عام، يمكن ان نقول لهم ان يراجعوا حسابات العلاقه بينهم هو وبينهم مع المدرسه كيف يعني كيف قلت لك عشان بدايه السنه الدراسيه مسؤوليتهم الان تحديد برنامج زمني يومي للمراجعة ولتنمية المهارات الأخرى وأيضا للراحة، هذا يقسم عليه الجو، وأيضا عدم السهر. نحن نشوف أطفال يجوا للمدرسة ويرقدوا بهم اللي بايتين في أسرة محيطة في ياس من السهر في ياس من الضجيج في ياس من الناس اللي هذا، والأطفال ما جبروا خصوصيتهم ولا جبروا وقت للنوم، يقعدوا هون قالوا قعدوا طبعا من اخطاء الامور اللي يضيعهم وقت، هناك ايضا وقت محدد لانه مرتبط بالتركيز مرتبط ب هناك وقت محدد للنوم وهناك وقت محدد للمراجعه وقت محدد ايضا للراحة. صناعه بالنسبه لصناعه القدوه الحسنه عند المدرسه المعلم مثلا عند الاسره يلا يعود بالنسبه للاطفال قدوه حسنه اكيد طبعا، اللي ذكر حمزه انه الاستاذ يعني مثلا الاباء يقولوا له هذا الاستاذ ما يعرف شيء وهذا كذا، هل هي يخلي الطفل يعود ما عنده ثقه بذا اللي يقدم له في المدرسه ولا عنده اهتمام بالمعلم اللي واقف قدام. اهميه صناعه هو قاع مؤسسات النشاط الاجتماعي مبنيه صناعه القدوه وخاصه القدوه المعلم طبعا، هو لكن نقول قلنا ان مؤسسه النشاط الاجتماعي متعلقة بالمدرسه يعود فيها طبعا
المحيط اي عالم كامل محيط بالطفل يلعب عالم ايجابي. اي شخص يتعامل مع الاطفال يلعب انسان مثالي في سلوكه وفي مستواه في آلية التعامل معهم وتعبيره، وايضا تكون العلاقه مبنيه على الثقه وعليه على الاحترام، هذا هو اللي قد يأثر فيه، لأن التأثير مرتبط بالثقة ومرتبط بأن تكون الشخصية التي ستؤثر مقبولة عند الأطفال. مقبولة عند الأطفال. لذلك المعلم، ما في حد اليوم ما عنده معلم يذكره ويذكر علاقته به، يذكر بياسم الفخر، يذكر بياسم الاعتزاز، يذكر بياسم الحب. حتى بعض ياسر مولي من حتى ياسر أيضا من ذكريات قاسية من بعض معلمين قاسيين. المعلم يبقى معاك في المرحلة. كان مصاحب للأطفال في مرحلة تشكل شخصياتهم وأكيد يختزن عنه ذكرياته. يعني في بعض يقول لك تركه لا يصاحب ونيت صاحب تركه لا يطلع فوق راسك. لا مستوى المرونة، لا بد المرونة، لا بد المرونة في التعامل، مرونة عدم القسوة وعدم اللي أيضا اللين اللي يسمح بأنه يعود أيضا. حتى أن في بعض من التلاميذ يكرهون المواد، بعض المواد التي يقدمها بسبب أستاذها ولا بسبب الأستاذ وبسبب المعوقات الذهنية اللي يعود ما فهموها، والله الاستاذ ما ساهم في شرحها. يعني تعود نص الحصه، نص يعني في بدايه الحصه يوقف المعلم ويقوم يوبخ التلاميذ، انتم ذا ماكم انتم ما تقراوا انتم يعني، وبالتالي تعود نص الحصه للتثبيط المعنويات انكم انتم ذا ماكم لا تفهموا. الحصه الثانيه هو مثلا تشوف الاساليب الخاطئه للتربيه والاساليب الايجابيه، تشوف الفرق بيناتهم. شرط من الاساليب دائما الايجابيه والاساليب الحديثه في التربيه تعتمد على مقاربه على المعرفه مشاركة تشاركية، معناها المعلم يعطي الثقة للتلميذ ويحاول أن يأخذ منه المعارف حتى وإن لم يكن يمتلك، واضح له وهو يعطيه المعارف. نعم. أيضا طبعا أستاذ أبا يتحدث عن أستاذ أبا يتحدث عن في البداية تحدث عن أن الجو اللي يلا يعود عند الأسرة مثلا يلا تحافظ الأسرة عليه توفروا للأطفال ياك يربى وتربية سليمة وتنشئة سليمة لمنها تحديد موعد النوم الرعاية الحنان إلى آخره، يعني ما هي يعني الظروف ولا الأجواء اللي يلا توفر أيضا في المدرسة مدرسة كان يلا يعود فيهم فضاء آمن للأطفال يعودوا يمرقوا وقت الراحة طبعا هو فيهم أيضا مراقبة عليهم إلى آخره. طبعا هو نحن كنا مؤسسة الشيء الاجتماعي قال الأسرة طرحنا المحددات الأساسية والضرورية للتنشئة الاجتماعية السليمة، وقلنا لأنها يلا يعود منها الوعي بأهمية الأطفال في المرحلة، وقلنا مولين منها الاهتمام والرعاية والحنان والعطف. المدرسة كمؤسسة اجتماعية، مؤسسة تنشئة اجتماعية أيضا عندها شروط، هذه أسرة أخرى، أسرة تربوية. يعني تعود أولا يعود المعلم اللي عنده علاقة مباشرة بالأطفال، ظروفه هندامه جيدة، أن يكون ملابسه جيدة، أن يكون نظيفا، أن يكون محترما في ممارساته مع الأطفال، أن يكون أيضا لا يستخدم العنف في المرحلة النهائية سواء كان جسدي سواء كان لفظي، وأن تكون علاقته علاقة مبنية على المحبة وعلى العطف وعلى التشجيع، لأن التشجيع هو كلمة السر اللي تطلع المواهب وتطلع يعني تحول شخص من شخص يعني نكسر الحاجز. والله أولا نشجعه ونديره فيه ثقة ونقدمه ونعطوه المعارف ونخلوه يتكلم، ده من خلال معارفه وخلال الأنشطة التربوية. نحن هون للأسف هي العملية قائمة على ساقين، ساق المعارف ساق النشاط التربوي. النشاط التربوي دائما نهمله. النشاط التربوية هي ذاك النشاط الموجه لبناء الشخصية. والمعارف يعني هي ترفيهي المعارف موجه لبناء العقل وإعطاء المعارف له. نشاط ترفيهي لكنه في الواقع هو نشاط تربوي موجه، سواء كان مسرح، سواء كان رياضة، سواء كان أناشيد، سواء كان محاضرات وندوات يحضرها الأطفال، سواء كان أي آلية من آليات الأنشطة، هذا مهم لبناء الثقة وبناء شخصية الطفل. وتشجيعه على المواصلة وتشجيعه على المعارف. هم أيضا المعارف اللي تنعطى للطفل. بالتالي نحن أمام عملية يعني تعود متوازنة. دور المعلم محوري فيه، محوري من ناحية شخصيته، محوري من ناحية أدائه، محوري من ناحية عطائه. والمدرسة كمؤسسة بيئة حاضنة يعني تعود بيئة نظيفة ويلا تعود بيئة آمنة خالية من المخاطر اللي قد تصيب. يعني أسلوب تقديم المادة أو تدريس يجب أن يكون محاط بالكثير من الأمور اللي تشجع الأطفال التلاميذ في هذه المرحلة. مثلا دائما ما لاحظوا أن يعني طرح
التقليدي والله زادت طريقة تقديم الدروس بهذه الطريقة التقليدية، أنه دائما ما يكون طريقة جافة، ممنوع الأستاذ المعلم ممنوع من النقاش في بعض الأحيان، أساليب العقاب ياسر إلى آخره، ألا ينبغي أن تتغير هذه المقاربات التربوية؟ نعم. كاملة الحديث تخلصت من الأمور التقليدية فيها تلقين، خلات الطفل يعود في جو من الرياح تشاركي، وجو من التعامل، وجو من تبادل الخطاب مع المعلم، وجو من التعلم في ظرف من المراح، من هذا بعد مراحل أساسية كاملة، مراحل التعليم الابتدائي مهم فيها الطفل تندار فيه الثقة، ومهم على أنه ذاك من الصرامة وذاك من الضبطية فيه لا مكايس معه. المقاربات الحديثة كاملة تستخدم. نعم. بالنسبة نعم أستاذ أبي، بالنسبة لأساليب الإشراف والمراقبة والمتابعة اللي يلا تقدمها الأسرة للطفل في بداية السنة الدراسية أولا مع انطلاق هذا العام، يعني يلا أساسا تتركز على إيش؟ يلا تركز على أولا كيف قلت الإشراف على النوم، مستوى النوم اللي يعود عند الطفل، الراحة، حدود كم تقريبا؟ بيدي طفل يارة ساعة، الأطفال يحتاجوا كامل في باقة مبكر، يحتاجوا الكم كبير وقت كبير من النوم، وعادة يارة يعود في وقت مبكر يناموا ويستيقظوا مبكرا ياك يواصلوا الدراسة. الإشراف أيضا على الأدوات وهذا مهم، يعود الطفل على ترتيب أدواته، يعود على ترتيب ملابسه اللي يصبح طالع به. أنا ما يمكن إنه يعود الطفل إنه يعود يصبح وهو يلود الآلة يطلع به، هذا كامل اللي يتعود يعني عليه بداية السنة فيستمر عليه سابق. طبعا هذا الانضباط، الانضباط في ترتيب الأدوات، الانضباط في ترتيب الملابس، والانضباط في الاستيقاظ مبكرا، والانضباط في الوصول للمدرسة، والانضباط من خلال احترام الوقت طبعا، احترام التوقيت، واحترام أيضا المعارف اللي يقبل ومراجعتها وترسيخها بها. هذا كامل يحتاج مستوى من الإشراف اللي ما هو متين ولا هو بالعنف ولا هو بالصك ولا بالضرب ولا يعني ما تعيش لا بالنقاش. أهمية الوالد هي أساسية بالنسبة لك، مهم إنك تعود تمشي والباس على ذكر احترام المعارف أستاذ أباية، ما تعود مثلا بعض أحيانا بعض الأهل يجسدوا عند الطفل أنه هذه المادة مهمة وهذه المادة وسط أهميتها وهذه المادة ما هي مهمة قاع، وهذا من خلال هذا التصنيف ربما الطفل يهمل بعض المعارف والله تترسخ عنده انها اصلا يعني اكيد هو هو المواد المعارف كامله اللي تنقبض كلها مستهدف مستوى معين من المعارف واساسيه كامله، يا غير دائما كيف قلت يخلق ذا، وهو فعلا الامور الخاطئه اللي يلا نبتعدوا عنها، يلا الطفل نشجعه على التحصيل المعرفي وعلى انه كل ماده يجبر فيها النتيجه الاعلى دائما. استاذ أبايا، هل هناك كلمه اخيره والله بعض النصائح توجه للمشاهدين طبعا على ونحن على ابواب السنه الدراسيه الجديده؟ دائما نقول ان الاسره يجب ان تهتم اول شيء بالوعي باهميه هذه المرحله، الاسر مطالبين منهم يعرفوا ان هذه مرحله خاصه، وان هي مراحل صناعه الانسان وتشكل شخصيته لا يعود مستقبلا ناجح والله فاشل لا قدر الله، وان الوعي باهميه مرحله الطفوله والاهتمام في توفير الظروف النفسيه والعاطفيه الايجابيه للطفل، والابتعاد عن المسلكيات كامله السلبيه، ومراقبه متابعته للوسائل الاعلاميه بشكل عام. طيب استاذ أبايا، استاذ أبايا الطلبه استاذ التربيه بمركز الطفوله الصغرى، شكرا لك، شكرا لك على هذا النقاش. شكرا لك. اتمنى ايضا المشاهدين الكرام يكونوا سعدوا بهذا النقاش. مشاهدينا الكرام، الان وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من حديث الصباح، غدا حلقه جديده. دمتم في امان الله والى اللقاء.